بالليل بيتخن. في ناس كتير بتخاف تاكل بالليل عشان تتخن، وفي ناس كتير بتقول ان الاكل بالليل بيتخن، وفي ناس كتير فعلا لما بتبطل تاكل بالليل بتخس. طيب، هو مبدئيا الاكل بالليل ممكن يكون ليه علاقه بان انا بتخن، او ممكن فعلا لما بطل اكل بالليل اخس، بس البوينت از انه المعلومه دي مش ملهاش اي ساينتفك بيزس، محدش عارف مثلا مين اللي طلعها، مين اللي قالها. حاجه شبه ان الفطار اهم وجبه في اليوم. طيب، في تايب ساينتفك بيز بتقول انه فعلا ممكن يكون الاكل بالليل بيتخن، او طب ما انا فعلا لما ببطل اكل بالليل بخس، يبقى ازاي الاكل بالليل ما بيتخنش؟ لما بتبطل تاكل بالليل بتخس لسببين. اول سبب ان انت قللت الانتيك بتاعك، يعني انا مثلا كنت باخد فطار وسناك وغدا وسناك وعشاء وسناك، رحت بطلت اخد عشاء وسناك، فطبيعي ان انا قللت الانتيك بتاعي، ان انا هخس. بدل ما كنت باكل 5 وجبات بقيت باكل 3 بس، بدل ما كنت باكل 3000 كالوري بقيت باكل 2000 بس، فهخس. بدل ما كنت بعمل 5 انسولين سبايكس، بدل ما كنت بطلع في جسمي انسولين 5 مرات في اليوم، بقوا 3 بس، فاكيد هخس. عشان احنا قلنا ان احنا كل مره بناكل بنطلع انسولين، وكل مره بنطلع انسولين بنستور فات سام هاو، فطبيعي ان انت قللت اكلك هتخس، مش حكايه صبح ولا ليل. يعني انت حتى لو كنت خليتهم فطار وعشاء من غير غدا كنت هتخس برضه. طيب، دي اول بوينت بتخليك فعلا تخس لما تبطل اكل بالليل. تاني بوينت بتخليك تخس لما تبطل اكل بالليل، ان الاكل بالليل اصلا ما بيبقاش جاي من هانجر غالبا، الا الناس اللي بتفضل في شغلها طول النهار وجعانه وما بتعرفش تاكل وبتروح تاخد الميل بتاعتها كلها بالليل. انا بتكلم في العادي ان الناس بتبقى واكله وفطرانه ومتغديه وكل حاجه، بس بالليل ببقى زهقان فباكل، فغالبا اصلا الاكل اللي بيتاخد بالليل ده بيبقى بيتخن، فعشان كده اللي بيبطل اكل بالليل برضو بيخس. تالت حاجه بقى، ودي الكيمستري او الساينتفك اكسبلانيشن، لان انت ليه فعلا لما تبطل اكل بالليل هتخس. لان احنا لما بننام بنفاست، احنا بنصوم واحنا نايمين، فلما بنصوم واحنا نايمين جسمنا ما بيبقاش عنده اكل يطلع منه طاقه، فبيضطر ياخد من البادي فات بتاعتنا، من الدهون اللي في جسمنا، عشان يطلع لنا منها طاقه. دي اكشوالي الحاله الوحيده اللي جسمك هيحرق لك فيها دهون جسمك المتخزنه كمصدر طاقه، ان هو ما يلاقيش اكل. يعني انا استحاله اكون باكل واتخيل ان انا جسمي هيحرق لي من الفاتس بتاعتي. طيب، لو انا قعدت مثلا نايم 8 ساعات، في ال 8 ساعات دول انا فاستد، انا صايم، فجسمي بيحرق لي من الدهون اللي في جسمي في ال 8 ساعات دول. لو انا بقى قبل ال 8 ساعات دول قعدت ساعتين من غير اكل، مش انا كده خليتهم 10 ساعات صيام؟ لو قعدت 4 ساعات من غير اكل مش خليتهم 12 ساعه صيام؟ انا كده كاني عملت انترميتنت فاستنج، فاكيد برضو هخس. ده الساينتفك اكسبلانيشن او الكيميكال اكسبلانيشن او البايوكيميكال اكسبلانيشن، انت ليه فعلا لما بتبطل اكل بالليل بتخس، علشان زودت ساعات الفاستنج. لو انت بتحب قوي الاكل بالليل يبقى عادي، انت بنفس الفكره دي ممكن توصل لها لو بطلت تفطر، لانك برضو هتبقى زودت ساعات الصيام. ان انا قاعد مثلا نايم 8 ساعات فاستد، بعد ما اصحى من النوم مش هاكل ساعتين ثلاثه، زودت ساعات الصيام، فبرضو اتحسب لي ان انا عامل انترميتنت فاستنج. او ان انا قاعد فتره طويله في اليوم ما باكلش فبرضه هخس. الكلام ده معناه انك ما بتاكلش، يعني ما بتاكلش، يعني مفيش حاجه اسمها خففت العشاء، يعني مفيش حاجه اسمها ان انا اكلت زبادي، لا. الكلام ده هيخسسك فتره بان انت قللت الانتاج بتاعك، انت بدل ما كنت بتاكل وليمه بالليل خليتها حاجه صغيره، فبدل ما كنت بتاخد 1000 كالوري بالليل خليتها 200 كالوري بالليل. At some point هتبطل تخس. احنا بنتكلم على ان انا ما اكلش اصلا بالليل او ما افطرش اساسا، فان انا ازود ساعات الصيام، فساعتها فعلا جسمي هيستخدم الفاتس بتاعتي as a source of energy علشان يطلعني منها energy. على فكرة احنا ما عندناش اي لازمة للدهون اللي في جسمنا، الا ان هي في يوم من الايام لما نبطل اكل جسمنا يستخدمها كمصدر طاقة. هي مش موجودة عشان احنا نبقى تخان، مش موجودة عشان نبقى شكلنا وحش، وجسمنا ما بيحرقهاش عشان يخسسنا، وبيحرقها بس لما ما يكونش عنده option تاني يطلع منه energy.